Thank <laughs> you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله دكتور احمد كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله كيف حال حضرتك؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. دكتور كريم معنا؟ اهلا وسهلا دكتوره مرحبا يمكننا البدء دكتور السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كريم معنا؟ مرحبا أهلا وسهلا، يمكننا البدء وأهلا وسهلا بالدكتور أحمد محمد عطية عبد الهادي، إزيك يا دكتور؟ أهلا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله، الصوت مسموع. أهلاً وسهلاً بكم. إذاً، ربما نبدأ. دكتور أحمد. - تفضلي، فندم، تفضلي. شكراً. إذن تحية طيبة لجميع الحضور الكريم كل باسمه وصفته الشكر موصول للمركز الديمقراطي العربي الذي يتيح أمام الدكاترة من مختلف تخصصات تقديم دورات والندوات إذن سيقدم هذه الندوة الدكتور أحمد محمد عطية عبد الهادي وهو كبير باحثين في التراث العربي مركز المخطوطات مكتبة الإسكندرية من مؤهلات الدكتور وهو دكتوراة الأداب العربي جامعة القاهرة كذلك ماجستر دراسات الأدبية جامعة القاهرة دبلوم دراسات الأدبية جامعة القاهرة الإجازة اللغة العربية والعلوم الإسلامية جامعة القاهرة دبلوم خاص في التربية جامعة الاسكندرية دبلوم عام في التربية جامعة الاسكندرية من الأبحاث العلمية للدكتور أحمد عطية وهو المؤلفون مجهولون في تراثنا العربي النثر الفني بين إشكالات المفهوم والنشأة في القديم والحديث البناء الفكري لنثر الحرب في الجاهلية وصدر الإسلام والضم السيرة التاريخية أحد ملامح الإبداع الأندلسي في الآداب قانون الحرب في نصوص نثر صدر الاسلام، الأثر الفلسفي عند فخر المحققين في شرحه لخطبة قواعد الأحكام المسمى بجامع الفوائد، كذلك من المؤلفات العلمية للدكتور وهو كتاب الجمهورية في أيام العرب لعمر بن شيبة تحقيق ودراسة، التدبيرات العقلية في السياسات المدنية لمحمد بن حبيب الله الاصفهاني، كتاب الأوزان التي لم يأتي مثلها في كلام العرب المؤلف مجهول تحقيق ودراسة الحركة النقدية في صنع معاجم اللغة بعد القرن التاسع الهجري التحديات الفكرية في صدر الإسلام تاريخ علم الأنوار عند العرب كما أن الدكتور محمد عطية شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات من الخبرات للدكتور محمد عادية درس اللغة العربية وأدابها لغير الناطقين بها في مركز مصر تورك أحد فروع مركز النيل للدراسات تدريس منهج اللغة العربية وأدابها لغير الناطقين بها في فرع سفارة دولة ماليزيا بالإسكندرية المشاركة بتدريس في يعني عدة دورات مع الدكتورات العربي عقدت بين القاهره والاسكندريه حضور عده دورات في الثراث العربي وتحقيقه وفهرسته من معهد المخطوطات التابع لجامعه الدول العربيه بالمشاركه مع مكتبه الاسكندريه فالدكتور أحمد عطية نشيط في العديد من اللقاءات والمؤتمرات، نعتذر منه لأن الوقت لا يسمح لذكر جل مساهماته، إذا الشكر موصول للدكتور أحمد عطية الذي يحاول معنا خلال السلسلة من الندوات مناقشة مواضيع تتعلق بالتراث العربي والمخطوط العربي إلى غير ذلك، إذا في هذا اللقاء اقترح الدكتور المحاضر موضوع مهم وله ابعاد متعدده وهو موضوع المآلات المستقبليه لعلوم المخطوط العربي. اذا كما هو معلوم ان لكل علم من العلوم اطر مستقبليه من المتوقع ان يسير فيها ومن هنا جاءت فكره هذه الندوه حسب الدكتور التي تلقي الضوء على المآلات المستقبليه لعلوم المخطوط العربي. وسينطلق الدكتور أحمد عطية من المحاور التالية لتأطير ندوته، والمحور الأول سوف يتعلق بالأطر المستقبلية لعلم فهرسة المخطوطات، المحور الثاني الأطر المستقبلية لعلم تحقيق المخطوطات، المحور الثالث الأطر المستقبلية لعلم مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، المحور الرابع مستقبل علم كوديكولوجيا المخطوط العربي إذا فليتفضل الدكتور أحمد عطيه مشكور وللإشاره فقط أن الدكتور أحمد عطيه قد قدم محاضره في الأسبوع الماضي ستجدونها مسجله على المركز الديمقراطي العربي تفضل دكتور مشكور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اخص يعني ابدا كلامي بالشكر العميق من القلب حقيقه الى المركز الديمقراطي العربي الذي اتاح لي فرصه التواصل مع جمهور الباحثين حول هذه القضيه او هذه المساله المهمه التي تخص تراثنا العربي المخطوط وهي ترتبط بعدة قضايا هذه القضايا حقيقة من القضايا المهمة التي بات الدرس التراثي الآن الذي يهتم بمجال المخطوطات ينشغل بها انشغالا كبيرا لأن هذه القضية لها قطرها ولها أبعادها في دراسات القائمة حاليا الآن حول الكتاب العربي المخطوط فيعني شكر جزيل للمركز الديمقراطي العربي الذي سمح لنا عبر منصته ان نتواصل مع جمهور الباحثين حول هذه القضايا او هذه القضيه من القضايا المهمه التي ترتبط بالتراث العربي المخطوط. ثم أثني بالشكر الى الاخت العزيزه والاستاذه الفاضله الدكتوره وفاء بكروش على يعني تحملها مشقة تقديم هذه الندوة واعلم ان المصطلحات التراثيه وما يرتبط بعلوم التراث العربي المخطوط احيانا تحتاج الى مشقه او تحتاج الى جهد في حتى في مجرد قراءتها ويعني فضلا عن التحدث بها وفضلا عن تقديمها فلها مني خالص الشكر والتقدير كذلك اخص بالشكر للدكتور كريم الذي يعني عناء التقديم للمحاضرة الماضية وهو معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة فلهم مني جميعا كافة الشكر أو كامل الشكر والتقدير على اهتمامهم بهذا النوع من الدراسات وتقديمه إلى جمهور الباحثين. أه ثم اقول بعد ذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تحدثنا في الحلق في المحاضره الماضيه حول قضيه مهمه من قضايا المخطوط العربي، هذه القضيه المهمه تتمثل في التعريف بالمخطوط العربي والتعريف بعلومه، ثم بعد ذلك التعريف ببعض قضاياه الماديه او بعض اجزاء المخطوط الماديه او بعض عناصره الماديه، وقلنا بان هذه العناصر الماديه تمثل عتبه مهمه من عتبات الدخول الى عالم المخطوط العربي الى عملية التعرف على المخطوط تمهيدا لإتاحته للقارئ عبر آلية علم التحقيق أو عبر عبر آليات علم التحقيق، تحدثنا في محاضرة سابقة حول تعريف المخطوط العربي وعناصره المادية، ثم تحدثنا عن العلوم الدائرة حول المخطوط العربي. في بعض الأحيان يتساءل بعض بعض الباحثين إذا كانت هذه العلوم التي تدور حول المخطوط العربي متمثلة في علم الفهرسة وعلم التحقيق. التحقيقي وعلم الكودكولوجيا وعلم المصطلحي وعلم التصنيفي الى غير ذلك من هذه العلوم التي مثلت دائره اهتمامات علم المخطوط العربي، فالمخطوط العربي علم ناشئ، انا قلت لكم هذا في المحاضره الماضيه المخطوط العربي علم ناشئ نشأت حوله عده علوم، هذه العلوم تدور في مجملها حول قضيه خدمه المخطوط العربي وإتاحته للقارئ او إتاحته للدارس بعد من خلال علم التحقيق او من خلال علم الكودكولوجيا. طيب، إذا كانت هذه العلوم الدائرة حول المخطوط العربي متمثلة في علم الفهرسة وعلم التحقيق إلى غير ذلك من هذه العلوم، هل هذه العلوم اكتملت بنيتها المعرفية وتوقفت عند هذا الحد؟ أم أنها تستطيع أن تقدم جديدا في المستقبل وسؤال المستقبل ينبغي في هذه الظروف الراهنة التي يمر بتمر بها يعني الأمة العربية الآن في خطواتها نحو التقدم ونحو التطور ينبغي أن تكون مشغولة بسؤال المستقبل ما المآلات المستقبلية لهذه العلوم الدائرة حول المخطوط العربي إذا كانت هذه العلوم قد اهتمت بمواطن معينة في علم المخطوط العربي قد اهتمت بمواطن معينة منها ما اهتم بالمتني مثل علم التحقيق ومنها ما اهتم بالجانب المادي مثل علم الكودوكولوجيا ومنها ما اهتم بالمصطلحي مثل علم المصطلح ومنها ما اهتم بعناصر المخطوط مثل علم الفهرسة هل توقف عطاء, عطاء هذه العلوم عند هذا الحد أم أن هذه العلوم لها مآلات مستقبلية لها أطر مستقبلية أخرى لها أفاق مستقبلية أخرى من الممكن أن تسلكها في المستقبل ومن الممكن أن تفتح أمام جمهور الباحثين كثير من الدراسات التي يمكن أن يستفيدوا منها والتي من الممكن أن تبنى حولها يعني دراسات في مرحلة الماجستير وفي مرحلة الدكتوراه وتكتب حولها أبحاث وتمثل حلقة كاملة من حلقات النقاش حول علوم المخطوط العربي أقول لكم إن هذه العلوم بالفعل لديها ما تقدمه في المستقبل، هذه العلوم لديها مهمات كبرى او مهمات مستقبليه كبرى ان صح التعبير، هذه المهم المهمات المستقبليه الكبرى لعلوم المخطوط العربي سنناقشها في هذه المحاضره في عجاله ان شاء الله سبحانه وتعالى متمثله في المآلات المستقبليه لعلوم المخطوط العربي، وانا يعني اسمحوا لي أن أشير المحاضرة الآن. المآلات المستقبلية لعلوم المخطوط العربي. لكن قبل أن يعني أن أبدأ يعني أطمئن إلى الصوت دكتورة وفاء، الصوت واضح الحمد لله؟ الصوت واضح دكتور. طيب تمام. قبل يعني المآلات المستقبلية لعلوم المخطوط العربي. كما قلنا أو كما بينا أن علوم المخطوط العربي بتنقسم إلى عدة علوم بعض هذه العلوم سنعرج على بعض هذه العلوم في محاضرة الليلة سنعرج حول علم الفهرسة وحول علم الكودوكولوجيا وحول علم التحقيق وحول علم المصطلح تمام حول علم المصطلح كل علم من هذه العلوم الاربعه له مآلات مستقبليه، له مجالات مستقبليه، كل علم من هذه العلوم له اطر سيتحرك خلالها في المستقبل. هذه الاطر الان، ادراك هذه الاطر الان في مرحلتنا الان الحاليه هذه يجعل الباحث او الدارس او المهتم بعلوم المخطوط العربي يستطيع بشكل كبير جدا أن يكون على دراية بكل ما هو جديد في عالم الدراسات المهتمة بالمخطوط العربي وهنا قيمة هذه المحاضرة أو غيرها من المحاضرات المهتمة التي تهتم بسؤال المستقبل هذا أمر حقيقة في غاية الأهمية طيب المؤالات المستقبلية لعلم فهرسة المخطوطات قلنا كما بينا منذ قليل أن العلوم الدائره حول المخطوط العربي، عده علوم سنتناول منها في هذه المحاضره، علم الفهرسه وعلم التحقيق وعلم المصطلح وعلم الكتوكولوجيا. طيب، علم الفهرسه كما بينا في اللقاء السابق او في المحاضره السابقه، انه يهتم بدراسه العناصر الاساسيه للمخطوط، علم الفهرسه علم يصنع شهاده ميلاد للمخطوط. علم الفهرسه يهتم بدراسه ما يسمى ب العناصر الاساسيه للمخطوط متمثله في عنوان المخطوط ومؤلفه وفنه الذي ينتمي اليه وعدد اوراقه وعدد سطوره ومقدمته وخاتمته في بعض الاحيان يقدم شهاده ميلاد للمخطوط. طيب هذا العلم يعني كشف لنا عن كثير من خزائن المخطوطات عن درر المخطوطات الموجوده في الخزائن وفي دور المخطوطات. طيب يعني هل توقف عطاء هذا العلم عند هذا الحد؟ لا لم يتوقف عطاء علم الفهرسه عند هذا الحد. علم الفهرسه في المستقبل سيهتم بعده قضايا. اول قضيه سيهتم بها علم الفهرسه في المستقبل وخذوا انا اريد منكم ان تنتبهوا يعني جيدا لهذه المساله هو دراسه ما يسمى بالمخطوطات المجهوله المؤلف والعنوان. هذه القضيه حقيقه قضيه المخطوطات المجهوله من القضايا المؤرقه. في تراثنا العربي، ومعنى المخطوطات المجهولة أن المفهرس أو أن الباحث يجد أمامه مخطوطا ليس له مؤلف وليس له عنوان ويحمل متنا معرفيا، يحمل بنية معرفية. هذه البنية المعرفية حقيقة قد تكون في غاية الأهمية، هذه البنية المعرفية التي يحملها المخطوط بين دفتيه قد تكون في غاية الأهمية. فقد يعني قد يعني يعني قد هذا المتن الموجود الذي ليس له عنوان وليس له مؤلف حقيقه قد يكون متنا من المتون النادره في تراثنا العربي واضيف يعني الى هذا الامر يعني نقطه اخرى ان قضيه تجهيل هذا المخطوط ربما تكون قد حدثت بفعل فاعل احيانا في بعض المتربصين بحضارتنا العربيه الاسلاميه في بعض الاحيان يجد مخطوطا من المخطوطات له اثر في الحياه وله مكانه كبرى ويمثل منهجا في الفكر الاسلامي فيحاول طمس هويه هذا المخطوط فيقطع اوراقه الاولى واوراقه الاخيره على سبيل المثال او يعني يتدخل بالشطب او بالمحو على العنوان او الى غير ذلك بحيث يدخل هذا المخطوط في دائره المجاهيل. هذا الدخول في دائره المجاهيل يفقد المخطوط فاعليته في المستقبل، ما خلاص انا كباحث من الباحثين لا يمكن باي حال ان استفيد من هذا المخطوط لاني لا اعرف له عنوان ولا اعرف له مؤلف. هنا علم الفهرسة في مرحلته أو في خطوته المستقبلية سيجعل من ضمن اهتماماته الكبرى بالكم دراسة المخطوطات مجهولة المؤلف هذا مآل مستقبلي مهم سيحصر هذه المخطوطات وهو بدأ بالفعل بدأ بدأ بالفعل أو بدأت المؤلفات في علم الفهرسة تنوه نحو هذه القضية ويعني انا اعلم ان في بعض الناس الان بيكتبون على على الشات طيب تمام حيث اكون متابعا لهم الان بعض الدراسات او بعض المؤلفات التي تكتب حولها علم الفهرسه تشير الى قضيه المخطوطات او النسخ الخطيه مجهوله المؤلف والعنوان علم الفهرسه سيساهم بقوه في هذه المساله عن طريق عده امور اول امر سيضع هذا المخطوط تحت فنه الذي وضع فيه، سيقول هذا كتاب في الفقه، هذا كتاب في الفلسفه، هذا كتاب في علوم اصول الدين، هذا كتاب في العقيده، هذا كتاب في علم الطب، وقضيه وضع المخطوط تحت فنه الذي ينتمي اليه تعد يعني من الخطوات المهمه لحل معضله المخطوطات المجهوله، لان وضع المخطوط تحت فنه سيجعل طائفه المتخصصين في هذا الفن هم الذين يطالعون هذه النسخ الخطيه فربما صادف احد المتخصصين اسلوبا للمؤلف او اسلوبا في الكتاب يعرفه باسلوب مؤلف يعرفه فيضع يده على مؤلف المد. موضوع مهم جدا، يحصر الفن الذي او يحصر المده المعرفيه للمخطوط في الفن الذي ينتمي اليه المخطوط، هذا اول طريق. الطريق الثاني يخضعه للدراسه المتخصصه. مثلا عندما اقف على كتاب في علم الطب على سبيل المثال هو كتاب مثلا مجهول المؤلف وفهرسه المفهرس الذي فهرس الخزانه لاول مره قال هذا كتاب في الطب الاسلامي او هذا كتاب في الطب لمؤلف مجهول فحينما وضعه في الطب الخطوه التاليه على ذلك ان ياتي المتخصصون في التراث في تراث الطب العربي فيخضعون هذا المخطوط للدراسه المتخصصه وينظرون في مدته التي يعالجها ويقولون بان هذا يعالج امراض العين فيدخل في علم الكحاله والذين الفوا في علم الكحاله في تراثنا العربي علي بن عيسى الكحال وفلان وفلان وفلان, وفلان ياتوا بمخطوطات هؤلاء ويقارنون بين اسلوب هذا المؤلف واسلوب المتن الذي بين ايديهم فربما استطاعوا من خلال هذه الطريقه ان يعني يصلوا الى كنه هذا المخطوط من حيث المؤلف ومن حيث العنوان. اذا اول مآل من مآلات علم الفهرسه في المستقبل هو انه هو وضع المخطوط تحت فنه، ثم بعد ذلك اخضاعه للدراسات المتخصصه لحتى يمكن يعني التعرف على يعني الدائره المعرفيه ان صح التعبير للمخطوطات مجهوله المؤلف والعنوان. اول مآل من مآلات علم الفهرسه الاهتمام بالمخطوطات مجهوله المؤلف والعنوان او ما يسمى بالمخطوطات المجاهيل. هذه أول نقطة في هذه المحاضرة وهذا أول مآل من مآلات علم الفهرسة وهذا الأمر في غاية الأهمية حقيقة ينبغي للمعني بعلم المخطوطات أن يكون على وعي بالآليات والسبل التي سيسلكها أو يسلك بعضها الآن يسلك بعضها الآن أسف يسلك بعضها الآن علم الفهرسة لحل هذه المعضلة المؤرقة في تراثنا العربي المتمثلة في قضية المخطوطات المجهولة أو قضية المجاهيل وأنا أزعم انه في المستقبل القريب من الممكن ان تدور في يعني اقسام المكتبات او في علم المكتبات دراسات كامله حول هذه القضيه لان الكثير جدا من تراثنا العربي يعني عدد غير يعني غير قليل من تراثنا العربي دخل في دائره المجاهيل للاسف بسبب اما عوامل الزمن وبسبب فعل فاعل الى غير ذلك من هذه الامور، هذه اول قضية أو أول مآل مستقبلي من مآلات علم الفهرسة المخطوطات أيضا علم الفهرسة في المستقبل سيهتم بقضية من القضايا المهمة جدا علم الفهرسة في المستقبل لن يقتنع بما تقدمه المصادر والمراجع من بيانات معنى أنني عندما أريد أن أوثق مؤلفا أو عنوانا أذهب إلى كتب التوثيق المختلفة إذا كنت مثلا في وثق عنوانا من العنوانات أو من العناوين فأذهب إلى مثلا كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحج خليفة رحمه الله أو أذهب إلى كتاب مفتاح السعادة وأذهب إلى غيرها من المصادر التي تعط إلى كتاب مثلا إيضاح المكنون إلى غير ذلك من هذه المؤلفات التي تقدم لي بيانات عن عنوان المخطوط هذا يقول هذا مثلا الكافية في 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 علم النحو هذا كتاب مثلا مش عارف كذا هذا كتاب كذا وإذا أردت أن أوثق مؤلفا من المؤلفين أذهب إلى المؤلف الكتب التي يعني اهتمت بالتوثيق للمؤلفين في تراثنا العربي سواء من المصادر الكبرى أو من المراجع إذا كان شاعرا من الشعراء أذهب إلى كتاب معجم الشعراء للمرزباني معجم الأدباء لياقوت الحموي أذهب إلى إلى غير ذلك من هذه الم... أذهب إلى الفهرس للنديم إذا كان محدثا أذهب إلى كتاب الطبقات لمحمد بن سعد أذهب إلى كتاب الثقات لابن حبان أذهب إلى الكامل إلى إلى كتاب الضعفاء والمتروكين إلى غير ذلك أو بعض المراجع من الممكن أن أذهب إلى معجم المؤلفين ومعجم المؤلفين مرجع من مرجع. أو إلى كتاب الأعلام للزركلي واثقوا ولكن علم الفهرسة وهو يتعامل في مستقبله مع هذه المؤلفات التي كتبت حول التي كتبت حول اما عناوين المخطوطات او مؤلفيها علم الفهرسه سينمي ما يسمى بالدرس النقدي حول هذه المصادر وانا يعني اسمحوا لي ان افتح الكاميرا لاتحدث معكم مباشره لمن يرى علم الفهرسة في المستقبل سينمي أنا أقول لكم هذا سينمي الدرس النقدي حول هذه المؤلفات حول هذه الكتب التي تمثل المصادر والمراجع التي يرجع إليها في تحقيق المؤلف والعنوان وتنمية الدرس النقدي لدى علم الفهرسة أنا لسه ما زلت في علم الفهرسة فقط لم أنتقل إلى أي علم آخر علم الفهرسة سيهتم في المستقبل بمسألتين مهمين المساله الاولى هي قضيه المخطوطات المجاهيل، والمساله الثانيه هي نقد كتب التوثيق، وهذا درس من الدروس المهمه التي ينبغي للباحثين الان في مجال التراث العربي ان يكونوا على وعي بهما، هذا امر مهم جدا، ولا تقلقوا من من قضيه اننا ساعنصر لكم المحاضره، يعني انا ادرس للطلبه والحمد لله اصنع لهم يعني عناصر حتى لا يتيها احد اثناء المحاضره. فأنا أقول لكم هذا يعني سأغلق حول هذا عشان الصورة لا تقلقوا من قضية آآ آآ يعني عنصرة المحاضرة ما زلنا مع علم الفهرسة، علم الفهرسة سيهتم بقضية المجاهيل وقضية المجاهيل هذه مهمة كبرى لدى الباحثين في المستقبل ثم سيهتم بما يسمى بنقد كتب التوثيق العقليه النقديه للباحث في علم الفهرسه ستتحرك تجاه كتب التوثيق سيقول ان ما ورد في كشف الزنون من اختلاف النسخ الخطيه او مقدمات النسخ الخطيه سيقول بان النسخه التي وقف عليها حج خليفه واثبت من خلالها العنوان في كشف الزنون نسخه خاطئه لان مقدمه المخطوط في كشف الزنون وتبنيته التي وردت تختلف عن ما ورد في عده نسخ خطيه، فقد وقف حج خليفه في كشف الظنون على نسخه يعني تعد من النسخ التي لا يمكن ان تدخل في برنامج التحقيق لهذا المخطوط على سبيل المثال. انقد سينقد الباحث ما ورد في كشف الظنون وهو كتاب من الكتب او مصدر من المصادر التي يعتمد عليها علم الفهرسه في اثبات العناوين او التاكد من العناوين. أيضاً علم الفهرسة سينقد المصادر والمراجع من خلال البيانات الأولية عن المخطوط، فالمصدر مثلاً كما قلت لكم مثل كشف الظنون سيقول: يعني عندما مثلاً عندما يعني يورد عنوانا من العناوين على سبيل المثال مثلا كما قلت لكم الكافية في النحو بتاع ابن الحاجب مثلا أو مثلا الألفية بتاعة ابن أو غير ذلك من المؤلفات سيقول مثلا وبنية الكتاب هكذا وقد قسمه مؤلفه كذا وكذا فيقدم لي بيانات أولية عن المخطوط هذه البيانات الأولية من الممكن لأحد المفهرسين أن يقف على نسخة خطية تختلف فيها هذه البيانات الأولية فيقول ناقدا لكشف الظنون هذه البيانات التي وردت في كشف الظنون تحتاج إلى مراجعة وينبغي ألا يسلم بها فقد وقفت على نسخة أخرى للمخطوط هذه النسخة تختلف أو يختلف بناؤها المعرفي عما ورد في كشف الظنون إلى غير ذلك من هذه الأمور إذن علم الفهرسة سيهتم بأول شيء قضية المخطوطات المجاهيل ثانيا سيهتم بعد ذلك بنقد كتب التوثيق أو نقد كتب المصادر والمراجع المختلفة أيضا سيهتم بدراسة مسألة مهمة جدا في تراثنا العربية وهي دراسة مسألة النساخة وقضاياها مسألة النساخة هذه مسألة من المسائل المهمة جدا جدا التي ينبغي أن يكون الباحث او الدارس في علم المخطوط العربي على وعي بها هذه المساله مهمه جدا من عده زوايا اولا انها يعني تحاول او يحاول العلم الفهرسه من خلالها التوصل من خلالها الى معرفه اسماء النساخ في تراثنا العربي ثم معرفه خط كل ناسخ من هؤلاء النساخ وآلية كل ناسخ من هؤلاء النساخ، وبناء على ذلك من الممكن ان اقف على مخطوط مجهول المؤلف، ثم بعد ذلك اقول ان هذا المخطوط نسخه فلان، فله طريقه في نسخه، هو يثني على المؤلف اولا، ثم بعد ذلك يورد اسمه في النهايه او يدخل الى المتن مباشره، له طريقه اسمها طرائق النساخ في نساخة المتن أو في عرض المتن أو في نسخ هذا المتن دي مسألة من المسائل المهمة التي يعني سيهتم بها علم الفهرسة في المستقبل ومسألة النساخة أيها الإخوة مسألة النساخة يعني أيها السادة الباحثين السادة الباحثون الكرام هذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى مزيد من الدراسات والتوضيح والابحاث في درسنا التراثي الحالي الان تمام هذه قضيه، ثالثا، رابعا الاهتمام بحقل الفن الذي ينتمي اليه المخطوط وتحدثت معكم ان حقل الفن الذي ينتمي اليه المخطوط مهم جدا في قضيه ان اضع المخطوط في دائره اختصاصه ووضع المخطوط في دائره اختصاصه تفتح المجال سواء إذا كان مجهول المؤلف والعنوان أو كان معلوم المؤلف والعنوان تفتح ويفتح المجال واسعا أمام الباحثين وأمام الدارسين أن يكونوا على وعي بما تحتويه هذه النسخة الخطية هذا مخطوط في التخصص هذا ويفتح المجال بعد ذلك للدراسات التي تسمى بدراسات البنية الفكرية عبر العصور معنى البنية الفكرية عبر العصور أن ها هناك مؤلف من المؤلفات كتب مثلا في القرن الخامس الهجري ثم مؤلف اخر في نفس الفن كتب في القرن السادس الهجري مثلا على سبيل المثال في علم الفلك اضرب لكم مثالا في علم الفلك كتب عبد الرحمن الصوفي في القرن الرابع صور الكواكب ثم كتب بعده في سر الاسرار البتانيه ثم كتب بعده فلان ثم كتب بعده فلان من الممكن لي وانا باحث من الباحثين من خلال وضع او اهتمام علم الفهرسه بحقل الفني ان اقيس مدى التطور الفكري في الدراسات الفلكيه او دراسات علم الهيئه في تراثنا العربي من خلال الاهتمام بحق اهتمام علم الفهرسه بحقل الفن هذا. آه هذا ما يختص بعلم الفهرسه وانتقل بسرعه الى العلم التالي له وهو علم علم التحقيق، اذا علم الفارسة هذه هي المجالات التي يهتم بها علم الفهرسه في مآلاته المستقبليه، قضيه الاهتمام بمسأله المخطوطات مجهوله المؤلف والعنوان او ما يسمى بالمخطوطات المجاهيل، قضيه الاهتمام بمسأله النساخه، قضيه الاهتمام بنقد المصادر والمراجع او حقد المصادر والمراجع، قضيه الاهتمام بتصنيف المخطوط في فنه الى غير ذلك من هذه الامور. طيب، العلم الثاني وهو علم التحقيق، علم التحقيق يعني له مآلات مستقبليه، هذه المآلات المستقبليه ترتبط بعده امور. اول امر علم التحقيق كما قلت لكم في المحاضره الماضيه يهتم بمساله مهمه تتمثل في بيان الاليات والسبل التي يمكن بها وصول المخطوط إلى القارئ التي يمكن بها إتاحة المخطوط للقارئ لأن المخطوط في بنيته أو في شكله الموجود في خزانة ودور المخطوطات لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يطلع عليه أحد القراء غير المتخصصين فلا بد أن يأتي متخصص يسلك عدة سبل تسمى بإجراءات علم التحقيق في أن يقدم هذا المخطوط للقارئ في سوبه الذي يليق به. من خلال هذه الاجراءات وهي اجراءات كثيره حوالي سبعه ثمان اجراءات. طيب علم التحقيق هذا هل سيتوقف عند هذا الحد؟ لا لن يتوقف عند هذا الحد وانما لديه مآلات مستقبليه فكروا معي في هذه المآلات يعني يعني هذه هذا امر في غايه الاهميه. علم التحقيق هيهتم بدراسه بنيه النص في المستقبل. وانا اقول لكم ان علم التحقيق في دراسته لبنيه النص سيتفوق تفوقا كبيرا على قضي على منهج من مناهج دراسات النص كان يسمى بالمنهج البنيوي وايضا منهج التفكيك والى غير ذلك منهج من من المناهج التي غادتنا التي جاءت الينا من الغرب تدرس النص تهتم بدراسه النص علم التحقيق في دراسته لبنيه النص سيتفوق تفوقا كبيرا ولعل هذا هو يعني هو الخطوه القادمه لهذا العلم ستجدون هذا مستقبلا ان شاء الله سبحانه وتعالى وهو قريب جدا يعني في فتره من قريبه جدا ان شاء الله ستجدون ان علم التحقيق يدرس بنيه النص ليحدد المنطلقات الفكريه للمؤلف اه هذا امر في غايه الاهميه هو يريد مثلا ان يدرس السيوطي والسيوطي توفي سنه 911 هجريه فهو ياتي علم التحقيق يعني عندما يتعرض لتحقيق نص من, من نصوص السيوطي سيحاول ان يتعمق في دراسه قضايا النص الفكريه مهم جدا المنطلقات الفكريه ويقول بان السيوطي تعرض لمساله مثلا مساله مثلا مساله تطبيق الشرائع الاسلاميه في فتره الـ 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 في فتره الازمات مثلا على سبيل المثال تمام تعرض لها في مؤلفه كذا وكذا وكذا وتطبيق الحدود اقصى تطبيق الحدود تمام ثم كان رايه في كتابه كذا رايه في هذه المساله كذا ورايه في هذه المساله كذا اما مؤلفه الذي بين ايدينا الان الان والذي يقول فيه براي يخالف ما قاله في مؤلفاته السابقه هذا مما يدفع إلى الشك في أن هذا الكتاب أصلا للسيوطي هذه نقطة مهمة جدا جدا دراسة المنطلقات الفكرية للمؤلف دراسة البنى الفكرية لجهد للمؤلف ذاته في كثير في 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 منجزه المعرفي او في مؤلفاته كلها. ايضا دراسه البنى المعرفيه تفيدنا جدا في قضيه ترجيح قراءه على اخرى لان احيانا اجراء مهم جدا من اجراءات التحقيق يعني يتمثل في المقابلة بين النسخ لأننا عندي عدة نسخ خطية فمن الممكن أن نسخة يكون فيها نقص نسخة يكون فيها تلاعب من قبل أحد النساخ عشان أضبط النص وأقدمه للقارئ لابد أن أرجع لابد أن أقابل بين النسخ الخطية طب وأنا بقابل بين النسخ الخطية وجدت المؤلف يقول في بعض المؤلفات في في بعض النسخ وأنبغي على الخليفة أو على أمير المؤمنين في ذلك العصر ألا يطبق الحدود مثلا في فترة أعوام القحط وأعوام كذا يعني انطلاقا مما جاء أضرب لكم مثالا ثم وجدت في نسخة أخرى وينبغي على على الخليفة أن يطبق طب ماذا أفعل هنا؟ هنا دراسة بنية النص والمنطلقات المؤلف الفكرية ستجعلني أرجح القراءة التي تقول ينبغي على الخليفة أو ينبغي على الـ الـ الأمير المؤمنين أو ينبغي على ولي أمر المسلمين مثلا ألا يطبق الحدود في أعوام كذا وأقول بأن النسخة باء من المخطوط مثلا جاءت بإثبات تطبيق الحدود مع أن النسخة الأخرى نفتها وما ورد في النسخة ألف هو الصواب لأن ذلك ينطلق أو ينطبق مع منطلقات المؤلف الفكريه في مؤلفاته الاخرى يا سلام هذا علم ممتاز حقيقه مهم جدا ارجح قراءه على على قراءه اخرى من الممكن ان اقول ان هذا الكتاب نسخ على او نسخ على مؤلفه او نسب خطا الى مؤلفه فاراءه التي وجدت في هذا المخطوط او في هذا الكتاب هي ليست الاراء التي قال بها في جميع منجزه الفكري اشكك في النص انطلاقا من دراسه بنيته المعرفيه هذه نقطه ما زلنا في علم التحقيق انتهينا من علم الفهرسه الحمد لله وحددنا بعض ملامحه الفكريه او اسف مآلاته المستقبليه ثم في هذه في في هذه النقطه نتكلم عن علم التحقيق اول مآل مستقبلي لعلم التحقيق يدرس بنية النص شوف القضايا الفكرية الكبرى الموجودة في النص والقضايا الفكرية هتخدمني المؤلف هذا الذي يعني يكتب حول هذه القضية مثلا صاحب صاحب مثلا على سبيل المثال صاحب الأغاني في في أبو الفرج الأصفهاني أبو الفرج الأصفهاني عندما كان يعني يترجم لبعض الـ الذين كان يترجم أو يترجم, يترجم لهم كان له منهج في الترجمة وعندما جاء في كتابه الآخر مقاصر الطالبيين كان له منهج أيضا شوف منطلقاته في منهجه منطلقه الفكري كان يحيل على كتاب الأغاني في بعض المواطن فإذا اتفقت الترجمة مع ما ورد عند الأغاني يقول وانظر في ترجمة هذا الرجل في كتابنا الأغاني السيد أحمد صقر رحمه الله محقق كتاب الأغاني محقق كتاب مقاتل الطالبيين وجد أن أن أبا الفرج الأصفهاني يقول في بعض التراجم وانظر ترجمة هذا الرجل في كتاب الاغاني، قال فلما ذهبت الى كتاب الاغاني فلم اقف له على ترجمه، فعلمت ان كتاب الاغاني الموجود في ايدي الناس ناقص، يا سلام، هذا امر في غايه الاهميه، هذا مآل او مجال مهم جدا من مجالات علم التحقيق هو دراسه القضايا الفكريه للنص، وانا اتمنى من المحققين في المستقبل عندما يريد أن يحقق النص أن يوجزوا في مقدمة الدراسة القضايا الفكرية الكبرى التي يهتم بها النص شوف أي نص من النصوص له قضاياه الفكرية القضايا الفكرية ممكن كل نص تطلع منه أربع خمس قضايا فكرية كبرى المؤلف يدور حولها في كتابه انطلاقا من قراءة النص قبل تحقيقه تستطيع أن تقف على بنياته الفكرية الكبرى وتصنع حولها دراسة مسخرة تقول اهم القضايا الفكرية التي يهتم بها الكتاب كذا وكذا وكذا وقد سلك المؤلف في بيانها بيان هذه القضايا الفكرية انطلاقا من اراء العلماء في التراث او الذين سبقوه او انطلاقا من رايه الشخصي او انطلاقا مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجعل هذا منطلقه الى غير ذلك من هذه المنطلقات تمام المآل المستقبل الثاني هي دراسة ثقافة المتلقي مهم جدا ثقافه المتلقي، ثقافه المتلقي مين؟ هل ثقافه المتلقي انا ولا ثقافه المتلقي التراثي؟ لا ثقافه المتلقي التراثي. ما معنى ثقافه المتلقي؟ القارئ التراثي للكتاب، انا اقصد هذا. هذا الذي المؤلف كتب كتابه والناسخ نسخه ثم انتشر في الامصار المختلفه. قرأه القراء. هذا القارئ المتلقي للكتاب كانت له ثقافه. طيب هذه الثقافه كيف اقصها؟ شوف علم التحقيق اهتم ازاي اقيس هذه الثقافه بعده امور مهمه جدا اقيسها بالتعليقات الوارده على النص اقيسها بالاجازات التي وردت على النص اقيسها ب بمساله ما يسمى بالتملكات كلما كان للكتاب مكانه كبرى في المجتمع او في الحياه كلما زادت زادت تملكاته وزادت اجازاته وزادت اوقافه الى غير ذلك من خوارج النص التي تعبر عن قيمه الكتاب طب هتفيدني في ايه ثقافه المتلقي ديت هتفيدني في ايه هتفيدني عشان عق أقو... يعني أقيس اثر النص في البيئه الثقافيه ما في كتاب بينكتب ويعيش 10 سنين ويموت خلاص ما هو يعني خلاص ما ليش اثر في كتاب اخر يظل الى يعني الى ان يعني تنتهي فتره الدوله التي الف فيها الدوله العباسيه الدوله الامويه وينتهي ثم هناك كتب عاشت على حتى وصلت إلى يومنا هذا وظل لها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا الثقافية شوف كتب مثلا الزمخشري في اللغة شوف كتب مثلا الصحاح الجوهري شوف كتب مثلا الخليل الله يرحمه الخليل بن أحمد أول معجم من معاجم علم اللغة بناه على يعني على على ما يسمى ب الحرف مخارج مخارج الحروف وظل هذا المعجم مصدرا مهما جدا من مصادره ودارت حوله دراسات كثيرة جدا في تراثنا العربي الى الى ان وصلنا الى الزبيدي في القرن ال 13 الهجري 1205 هجريه وصنع في كتابه تاج العروس كل هذه الحركه المعجميه الطويله جدا دي اخذت من الخليل ويعني حاورت الخليل ونقدت الخليل شوف شوف النص فدراسه ثقافه المتلقي هذه المتلقين للنص هتفيدني جدا في ان انا اشوف اثر النص في البيئه الثقافيه بالنص طيب هذا النص وهذه هذين نقاط عميقه اود منها جدا طيب هذا النص ترك اثرا في البيئه الثقافيه هل امتد اثر هذه البيئه الثقافيه الى بيئات اخرى أُلِف في بغداد هل المؤلفون الذين كتبوا حول هذه القضية في مصر تأثروا بها إذا كانت حركة التأليف متواصلة في الأمصار الإسلامية ولا منعزلة لا متواصلة دام كانت متواصلة وكل مؤلف من المؤلفين لديه وعي بالقضايا التي طرحت في أرض العراق أو في أرض المغربي أو في أرض كذا أو في أرض كذا إلى غير ذلك ما دامت هذه القضايا الفكرية متصلة إذا الحركة العلمية يمكن قياس الحركة العلمية في المجتمع الإسلامي في تلك الفترة بأنها كانت مزدهرة أضرب لكم مثالا على سبيل المثال قالوا بأن القرن السابع الهجري وهو يعني أحد القرون المهمة في حضارات العربية الإسلامية قالوا بأن يعني شعلة الحضارة الإسلامية بدأت بعد القرن السابع الهجري بدأت في الخمون أنا وقفت في بعض في بعض النسخ الخطية التي كانت نسخت في القرن السابع وما بعده في القرن الثامن والقرن التاسع الهجري وجدت ان حركة الخوارج النصية متمثلة في النقول على النص متمثلة في تملكات المخطوط متمثلة في رحلات المخطوط عبر الخزائن ودور المخطوطات إلى غير ذلك هذا كله يعكس أن حركة علمية كانت قائمة بالفعل في الحضارة العربية الإسلامية بعد القرن السابع الهجري ونرد من خلالها على الاستشراق أو على المستشرقين الذين قالوا بأن شعلة الحضارة الإسلامية بدأت في الخمول بعد القرن السابع الهجري طريق في الرد طريق عملي مش طريق نظري طريق مهم جدا اذا علم التحقيق في المستقبل هيهتم بشكل كبير جدا بدراسه ثقافه المتلقي للنص في بيئته طيب ايضا سيهتم بدراسه المنجز التاليفي للمؤلف مهم جدا ليه عشان عشان يقيس عشان يقصق حالات المؤلفين إذا كما قلت لكم في حالات مثلا صاحب مقاتل الطلبيين على كتابه الاخر الاغاني لاثبت ان النسخ الخطيه التي وجد موجوده في زمنها نسخ تامه او هي نسخ ناقصه او فيها تبديل او فيها تغيير هيهتم بدراسه المنجز التاليفي هيهتم كمان ب المنجز التاليفي عشان نشوف علاقات النصوص يا شباب هذا امر مهم جدا يعني علاقات النصوص ودي جايه كمان شويه قضيه علاقات النصوص دي قضيه من القضايا المهمه جدا سيتكلم عنها بعدها بعد قليل يبقى علم التحقيق في في دراساته المستقبليه سيهتم بدراسه بنيه النص دراسه ثقافه المتلقي للنص في زمانه واحد يقول لي طب علم التحقيق دلوقتي مشغول بالنص هذا الامر في المستقبل القريب وانا الان صنعت كتاب كامل بفضل الله سبحانه وتعالى وهو في طور الطبع الان اقول لكم هذا في يعني ان شاء الله سيطبع قريبا حول علوم المخطوط العربي رؤيه مستقبليه لمجالات التوظيف والاستثمار لا بد ان نتكلم عن صناعه المستقبل بالنسبه لهذه العلوم في هذه في هذه الاونه بالذات علم التحقيق الان منشغل بالمتن ويريد ان يقدمه ولكن ماذا بعد؟ سيهتم بدراسه بنيه النص وستنتج من ان شاء الله من خلال علم التحقيق دراسه حول بنيه النص ومنطلقات المؤلفين الفكريه دراسات مهمه جدا ستغزو او ستكون سيكون محل هذه الدراسات ما يسمى بمقدمات التحقيق او صنع ما يسمى بالنصوص الموازيه في تراثنا العربي. إلى حق كتاب بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أتصور أنه سيصنع كتابا كاملا قبل أن يدخل إلى علم التحقيق النص يوضح فيه دراسة بنية النص وأثر النص في ثقافة المتلقي والحركة العلمية التي كانت موجودة، سيدرس المنجز التأليفي للمؤلف ليقف على قضاياه الفكرية الكبرى ويقارن بينها وبين ما في المتن هذه أمور في غاية الأهمية وتقدم لنا حقيقة درسا شيقا انا اقول لكم هذا درسا في غايه التشويق يعني في الدراسات علم التحقيق في المستقبل ان شاء الله سبحانه وتعالى ايضا سيهتم علم التحقيق بسرعه انا انجز بسرعه في دراسه العلاقات النصيه دي بقى مساله مهمه جدا يعني ايه العلاقات النصيه العلاقات النصيه ان هناك مؤلف اصلي تحت هذا المؤلف الاصلي انا اتمنى ان يسمح لنا هذا بالكتابه لكن يبدو انه لا يسمح بالكتابه. كنت اتمنى ان يكون صحيح برزنتيشن صح يسمح بالكتابه. آه، العلاقات النصيه المس... التي اقصدها ان ان هناك مؤلف من المؤلفات تمام وهذا المؤلف يسمى بالكتاب الرئيسي في بابه ثم ياتي احد احد ال... 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 الشراح مثلا اضرب لكم مثالا كتاب مفتاح العلوم للسكاكي على سبيل المثال مفتاح العلوم هذا كتاب اساسي في بابه تمام؟ جاء بعد ذلك التفتزني وشرح القسم الثالث منه، ثم جاء يعني جاء القزويني اسف فشرح القسم الثالث اللي هو في المعاني والبيان، ثم جاء التفتزني على شرح القزويني وصنع بعد ذلك حاشيه على هذا الشرح، فعندنا المؤلف المؤلف الاساسي ثم بعد ذلك على على المؤلف الاساسي على الكتاب الاساسي شروح، وعلى الشروح حواش وعلى الحواشي تعليقات، وعلى التعليقات تحريرات، وعلى التحريرات نكات. كل هذه ترتبط بقضيه واحده يعني يطرحها المؤلف الاساسي. انا يعني يعني اقول لكم مثلا كتاب يعالج مساله من مسائل مثلا الشعر العربي وهي مساله اضطراب الميزان الشعري في بعض المواطن نتيجه ما يسمى بضروره ضروره الشعريه. فيتحدث في كتاب حولها ثم ياتي شارح على نفس هذه القضيه يشرح قول المؤلف ثم ياتي بعد ذلك احد المحشين الذي يصنع حاشيه على الشرح يهتم بالقضايا الاساسيه التي ترتبط بقضيه الضروره الشعريه واثرها في تراثنا الشعري ثم ياتي بعد ذلك احدهم ويكتب نكته نقطة, نقطة علميه فإذا علميه في يعني مؤلف كامل حول هذا الموضوع ثم يأتي بعضها وينظمها يأتي هكذا تدور حركة علمية كاملة في دراسة العلاقات النصية علم التحقيق في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما يتعرض لمتن من المتون أو لنص من النصوص سيجمع كل علاقاته النصية سيقول هذا هو الأب وهؤلاء هم أولاده وهؤلاء هم أحفاده هذا هو المؤلف الاساسي المؤلف الاساسي او الكتاب الاساسي ثم هذه شروحه ثم هذه حواشيه ثم هذه نكاته وهذه تحريراته ثم بعد ذلك يقف على المين بوينت او النقطه الاساسيه في الكتاب ليقول بان هذه النقطه الاساسيه من القضايا الكبرى التي انشغلت بها العقليه العربيه الاسلاميه على مدار قرن كامل من القرون. شوف هذا سيقوم به علم التحقيق وتفيدني قضيه العلاقات النصيه هذه في النهبه بتعينني على فهم المتن لان المتن اللي معايا اذا حتى اذا كان حتى يعني خاصه اذا كان مؤلفا اساسيا يعني كتاب هو العمده في بابه على سبيل المثال مثلا المخصص لابن جني مش عارف اسرار البلاغه دلائل الاعجاز هو كتاب يعني يعني ام في بابه الشروح التي عليه تعينني والحواشي التي عليه تعينني على فهم المتن، اكمال نقص المتن وتعديل اضطرابه، بمعنى انني عندما يعني اجمع الشروح والحواشي احيانا تصل الي نسخه فريده وحيده من المخطوط واريد ان احققه، لا استطيع ان احققه، لان لان النسخه مطموسه في بعض الاحيان، فمن الممكن ان استعين. بالشروح الشروح خاصه اذا كانت شروح بالقول قال المؤلف اقول في اكمال نقص المتن وتعديل الترابه ثم التوثيق الداخلي للنص يعني الشروح والحواشي التي دارت حول النص تقول بان هذه النسبه او هذا النص نص صحيح النسبه الى مؤلفه هذا بالنسبه لعلم التحقيق هذه بالنسبه لعلم التحقيق انتقل سريعا الى علم المصطلح وفي عجالة سريعة علم المصطلح هذا علم من العلوم التي الذي يهتم بمصطلحات المخطوط العربي علم المخطوط العربي بنى له جهازا اصطلاحيا يعني جهاز اصطلاحي يعني بنى له معجم لمصطلحاته معجم لمصطلحات علم المخطوط العربي، لم يعتمد على معاجم اللغه التي حدثتكم عنها منذ قليل كما عند الخليل ان احمد وصولا الى احمد فارس الشدياق في الجاسوس مثلا على سبيل المثال، تمام؟ لكن لكن علم المخطوط العربي علم كامل بنى له جهاز اصطلاحي يقول بان هذا هذا الذي يوجد في على ظهر المخطوط يسمى وقف، هذا تملك، هذه المصطلحات وقف، تملك، اجازه، كغد رق آآ كراسة الى كل هذه يسمى مصطلحات طيب هذا هذا العلم هذا العلم حتى الان لم تكتب فيه او لم يصنع له له الا اربع محاولات لصناعه معاجم مصطلحات علم النصوص العربي تخيلوا وعشان الـ الـ الاخوه الباحثين اللي اللي هم يعني معنا الان في هذه الـ الـ الندوه يعني يدركوا قيمة هذا المجال هو مجال بكر حقيقة يعني من مجالات الدراسات التي تقوم حول المخطوط العربي دراسة ما يسمى بمعجم مصطلحات المخطوط العربي عندنا محاولة لرجل اسمه فرنس اه اسمه اه اه مودزريل هذا فرنسي وكتب هذه المحاولة معجم مصطلحات المخطوط بالفرنسية عندنا آدم جسك له محاولة في تقاليد المخطوط العربي عندنا محاولة مهمة جداً تسمى او هي الرائده الان هي معجم مصطلحات المخطوط العربية لاحمد شوقي استاذنا المغربي احمد شوقي بن بين واخينا الدكتور مصطفى طوبي ودي يعني محاوله حقيقه مهمه جدا وهي موجوده الان يعني في محاوله لاستاذنا المغربي ايضا والمغاربه لهم باع حقيقه في هذا المجال جزاهم الله خيرا الدكتور ابراهيم شبوح حول وانا اظن الدكتور ابراهيم شبوح مغربي وليس تونسي هذا ما يغلب على ظني الآن، له دراسة مهمة جدا في هذا الباب ونشر بعض هذه الدراسة في أحد مؤتمرات الفرقان في نهايات القرن المنصرم. أربع محاولات بس هذا المجال مهم جدا، قضايا موضوع مصطلحات أو مصطلح أو معاجم اصطلاح أو معاجم مصطلحات علم المخطوط العربي، سرع هذه المعاجم وتك تكملة على هذه المعاجم في المستقبل سيكون أحد مجالات أو اهتمامات علم مصطلح المخطوط العربي أيضا علم مصطلح المخطوط العربي سيهتم بدخول مصادر جديدة إلى الدرس الإصطلاحي ليأخذ منها مصطلحات ما هو كان بيعتمد على المخطوطات بيعتمد على ما ورد في كتب التاريخ ما ورد في كتب صناعة الكتاب مهمة جدا عندنا صناعة كاملة تسمى صناعة الكتاب في تراثنا العربي وأنا الآن الآن بصدد دراسة عمل عمل كتاب حول مصادر صناعة الكتاب في تراثنا العربي هذه المصادر مهمة كانت عندنا يا شباب صناعة مهمة جدا جدا ويعني أفتح لكم القمر حتى تدركوا هذا كان عندنا في تراثنا العربي صناعة مهمة تسمى بصناعة الإيه؟ صناعة مهمة تسمى بصناعة الكتاب في تراثنا العربي. هذه المصادر مصادر صناعة الكتاب ستكون أحد المجالات التي سيلجأ إليها علم المصطلح لبناء جهاز المخطوط الإيه؟ الاصطلاحي. أيضا ستط... س... 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 سين... سينمو في المستقبل درس نقدي آخر. شوف يعني الدرس النقدي مرافق للرؤى المستقبليه درس نقدي حول معاجم الاصطلاح عندنا محاولتين بسيطتين جدا وانا يعني تعرضت لهاتين المحاولتين لهاتي في الكتاب الذي قلت لكم عنه علوم المخطوط العربي رؤيه مستقبليه محاوله الدكتور عبد الكريم العوفي وهذا الجزائري ومحاوله استاذنا الدكتور خالد فهمي الدكتور خالد فهمي هذا رجل مصري له باع في هذا المجال اذا علم المصطلح ستكون له رؤى مستقبلية تتمثل في دخول مصادر جديدة إلى مجال ما يسمى بمعتمدات علم المصطلح في تكوين جهاز المخطوط الاستراحي سيهتم بمصادر صناعة الكتاب بشكل كبير جدا كل الذين سيعملون إن شاء الله في هذا المجال مجال علم المصطلح مصطلح الكتاب العربي المخطوط لابد أن يكون لا عندهم وعي قوي جدا بمصادر صناعة الكتاب بداية من ما كتبه ابن قتيبة وما قبل ابن قتيبة وما كتبه المعز بن باديس أو الكتاب المنسوب إلى المعز بن باديس ثم بعد ذلك ما كتبه القرقشندي بعد ذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور المؤلفات التي تمثل في تمثل مصادر صناعة الكتاب في تراثنا العربي هذا علم المصطلح ويكفي هنا أن أنوه أنه سيهتم بهذه المجالات الثلاث فقط أو الأربعة فقط في المستقبل والمجالات كثيرة أنوه إلى بعضها هنا فقط هي المجالات الأربعة سيهتم بأول شيء ببيان الآليات الأخرى التي يمكن من خلالها صنع معجم من مصطلحات علم المخطوط المتطور يعني يعني آه يلائم الدرس الايه؟ الدرس التراثي الذي يهتم بالمخطوط في الوقت المعاصر، سيهتم بقضيه صناعه مصادر صناعه الكتاب في التراث العربي، ستتضح امامه وتتفتح امامه كثير من المجالات النقديه او الدراسات الايه؟ النقديه. العلم الاخير في هذه المحاضره هو علم كودكولوجيا المخطوط العربي وأنا بيّنت لكم في المحاضرة السابقة أن علم كودوكولوجيا المخطوط العربي بيهتم بشكل كبير جدا بدراسة العناصر المادية علم الكودكولوجيا بيدرس كل حاجة غير المتن بيمسك المخطوط كده كأنه قطعة أثرية موجودة يدرس اوراق المخطوط، ويدرس كراسات المخطوط، ويدرس الاحبار والامده الموجوده في المخطوط، ويدرس زخارف المخطوط، ويدرس عنصر التجليد، وكل دراسه من هذه الدراسات مهمه لانها تقدم بيانات كبرى حول المخطوط باعتباره قطعه اثريه شهيده على العصر. اه مهم جدا. طيب هتفيدني في ايه هذا الامر؟ لو انا اخذت بس على مستويين، على مستوى الاوراق، لو انا أدرس الاوراق بس. الأوراق أوراق المخطوط أنتم تعلمون يعني أن أنه من الممكن لعلم كوديكولوجيا المخطوط العربي أن يعيد ترتيب مكتبات كاملة انطلاقا من دراسة الأوراق، ازاي الكلام ده؟ هل هذا يصلح؟ نعم يصلح. الأوراق كانت تصنع في تراثنا العربي كانت تصنع عن طريق ما يسمى بالقوالب. هذه القوالب كانت مكونه من خيوط، خيوط هذه تسمى بالخيوط الممده والخيوط المسلسله. القوالب التي كانت تصنع بها هذه الاوراق، اثر هذه القوالب يظهر في الاوراق، من الممكن من خلال دراسه الاوراق من وعرضها على ما يسمى باللايت تيبل او الطاوله المضيئه هذه. أن أحدد شكل الخيوط الممدة والخيوط المسلسلة وأقول بأن مجموعة خطية كاملة صنعت بقالب واحد لأن الخيوط الممدة والمسلسلة كانت زواياها كذا وكذا، وفي دراسة قامت بها المستشرقة الفرنسية جونيفيف أنفير كانت مهمة جدا ونشرتها في مجلة دراسات استشراقية حول هذا الموضوع واستطاعت أن تطبقها على مجموعة خطية وتقول بأن هذه المجموعة من نفس الجنس أو هذه المجموعة دخيلة على مجموعة دار الكتب المصرية ونسبت إليها خطأ فربما تكون قادمة من المغرب أو قادمة من بلاد الأندلس إلى غير ذلك دراسة مهمة جدا جدا في هذا الباب ايضا على مستوى الورق ممكن ادرس حجم الورق ومناسبته للنص مهمة جدا يعني احنا عندنا قضايا قطع الورق سواء ورق بحجم النصفي او بحجم الربع او بحجم السموني وحجم النصفي هو الحجم المعتاد بعض البيئات كانت تدرس تكتب على عده احجام منتشره فيها مثلا في في بيئه كذا السائد فيها كان حجم الربعي أدرس هذه الأحجام هذا أمر مهم جدا على مستوى دراسة الورق وعندنا مصدر مهم جدا في هذا المجال هو كتاب الكتاب المخطوط بالحرف العربي لفرانسوا دروش مصدر مهم جدا فيها وترجمه أستاذنا الدكتور أيمن فؤاد السيد حول هذا الموضوع يعني تعرضوا لهذا الموضوع أعلم أن الدكتور وفاء تستعجلني يعني أعلم ذلك فخلاص يعني أنا يعني تبقى وقت بسيط إن شاء الله سبحانه وتعالى ايضا من الممكن على مستوى الله يبارك ايضا من الممكن على مستوى الاوراق ان ادرس العلامات المائيه هذا امر مهم جدا قضيه العلامات المائيه ان يعني الاوراق التي كانت تق يعني تصنع في الحضاره العربيه الاسلاميه عندنا مصنع لصناعه الورق اول مصنع في الحضاره العربيه الاسلاميه لصناعه الورق صنع في سمرقند وصنع في سمرقند في 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 خلافه المستعصم بالله المستعصم بالله في في فتره القرن الثالث الهجري اظن من 217 لحد 228 هجريه او 227 يعني يعني كان في 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 وقعه يعني بين الجيش الاسلامي وبعض والجيش الصيني وانتصر فيها المسلمين وقعه شهيره جدا واسر بعض العمال في هذه الوقعه ويعني تم بناء مصنع لصناعة الورق في سمرقند، هذا الورق لم يكن به علامات مائية، العلامات المائية متخصصة كانت موجودة في الورق الغربي الذي دخل الحضارة العربية الإسلامية في القرن السادس والقرن السابع الهجري. هذه مسألة مهمة جدا ومن الممكن اعتمادا على علامات المائية هذه أن أعيد تصنيف مكتبات كبرى. على مستوى الكراسات وده موضوع مهم وموضوعات علم الكوتكولوجيا انا عندي دراسه صنعتها حول الكراسات المخطوطات الرقيه وهي الان في صدد ان شاء الله النشر يعني في بعض المجلات دراسه كامله حول الكراسات المخطوط الرقيه درست فيها مخطوطا رقيا لمدونه الامام مالك بروايه سحنون سحنون هذا المغربيه هذا رحمه الله وعندنا هي النسخه الوحيده الموجوده عندنا في مكتبه الاسكندريه استطعت من خلال دراسه كراسات المخطوط الرقيه ان اثبت نقص هذه النسخة دون أن أتطرق إلى المثل اعتمادا على قراصات المخطوط مهم جدا في هذا الموضوع ايضا بتفني في دراسه اليات تصنيع القراص ودي موضوع كبير جدا جدا متخصص لكن لا اريد ان اتطرق اليه لكن تفيدني لان احنا عندنا طريقتين من طريقه صناعه قراصات المخطوط اما الطي واما القطعي طريقه الطي موجوده في عدد قليل من المخطوطات قال بها جريجوي طريقه القطع هذه مشهوره جدا ومعروفه في معظم الكراسات بتفيدني بتفيدني كمان في ان اعرف عدد اوراق كراسات المخطوط لان انا اعرف بيئه المخطوط بيئه المغرب كانت تكتب في كراسات يعني كراسه المخطوط والكراسه اللي هي مجموعه الاوراق التي يجمعها خيط واحد ممكن مثلا يبقوا خمس أو خمس اوراق مزدوجه يدينا عشر اوراق كراس الخماسي والسداسي كان موجود في المغرب بشكل كبير جدا وكان موجود في البيئة المشرقية أما القراس الرباعي كان موجود بكسرة في بلاد فارس في إيران فإذا وجدت مخطوطا من المخطوطات ذات القراسات الرباعية في مكتبة فاس وأنا زرت فاس الحمد لله الأسبوع الماضي فضل الله سبحانه وتعالى كنت في مؤتمر في المغرب وزرت فاس في مكتبه القروين مخطوط ينتمي الى طائفه الكراسات الرباعيه الكراسه بتاعته كراسه رباعيه أقول في هذا الحال أن هذا الكراس ربما جاء إلى أرض المغرب من خارجها لأن بيئة المغرب وبيئة الأندلس كانت تكتب على القراص ذو الطبيعة أو الكراس الخماسي أو السدسي يعني المتكون من عشر ورقات أو اثناشر ورقة مهم جدا هذا الكلام مهم جدا علم الكتوكولوجيا يستطيع أن يثبت انتماءات المخطوط لبيئته التي نشأ فيها مهم جدا هذا الأمر ايضا بيدرس لي قضيه اضافه ورقه للكراسي لقضيه العقب يعني دي مشكلة كبيرة جدا ويعني ربما لا يسع الوقت للحديث عنها في هذه المحاضرة، قضية العقب هذه مهمة جدا ربما في المحاضرة القادمة أعرج عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن من الممكن لبعض المتربصين بالحضارة الإسلامية أن يضيف ورقة إلى مخطوط دون أن نشر نحن ونقول بأن الشيخ مثلا الغزالي في إحياء علوم الدين قال بمسألة إحلال الخمر يا عم الغزالي حد الخمر والعياذ بالله مثلا على سبيل المثال يقول هذا الموجود في كتاب إحياء علوم الدين في صفحة كذا فإذا ما ذهبنا إلى إحياء علوم الدين وجدنا أن النص موجود أنا أنا أفترض طبعا هو لم يقل هذا أنا أفترض هذا الكلام مثلا أضرب لكم مثال هل هل يمكن للغزالي أن يقول هذا الكلام هذه الورقة تم إضافتها إلى النص عن طريق ما يسمى بقضية العقب هذه كان يصنع عقبا للورقة ورقة وأنا من الممكن أن أوضحها لكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله ويحاول أن يدخل هذه الورقة تحت الخيط الخيط الذي يجمع الكراسات دون أن يشعر من الذي يكشف هذه الأمور يكشفها علم كودوكولوجيا المخطوط العربي أيضا علم كودوكولوجيا المخطوط العربي بيدرسنا قضية الكراسات المختلفة البيئة العقلية العقلية الإسلامية العقلية منتظمة فالمؤلف او الناسخ اذا اراد ان ينسخ المتن ياتي بكراسات التي سينسخ بها ننسخ فيها المتن عشر كراسات مثلا كلها تبقى خماسيه يعني كل كراس 10 ورقات يبقى الكتاب بتاعه 100 ورقه كل القراصات لما جمعها مع بعضهم كده عشان ينسخ الكتاب سداسيه مثلا يبقى 12 ورقه يبقى الكتاب بتاعه 120 ورقه على سبيل المثال تمام ففي قراصات مختلطه اذا وجدت كراس المخطوط نفسه في كراس عشر ورقات وكراس ثاني في نفس المخطوط اللي هي اسمها الملزمه يا شباب اسمها الملزمه وملزمه ثانيه سبع ورقات او اه هنا نقص في المخطوط دون ان ادرك المد ها هنا نقص في المخطوط ربما متعمد او غير متعمد هاتوا لي النسخ الاخرى للمخطوط عشان نبص فيه عشان نشوف هذا هذا الايه هذا النقص هذا مجال مهم من مجالات علم كودكولوجيا المخطوط العربي بيدرس انتهاكات الترميم الترميم الآن في عالمنا العربي يعاني من مشكلة خطيرة جدا هذه المشكلة تتمثل في عدة انتهاكات كبرى يعني من قبل المرممين للمخطوط من الممكن المرمم يجي على على, مرح على ورقة العقب ده هي وجرحته تمس يا عم انت كده الطمس ده هو تضيع للمعلم ان الورقه دي مضافه الى المخطوط، بد أن ينوه لي بأن هنا إشكالية كبرى ورقة مضيفة إلى المتن هذه المجالات ستتسع اتساعا كبيرا جدا في المستقبل وسيهتم بها إن شاء الله علم كودوكولوجيا المخطوط العربي في مآلاته المستقبلية وبهذا أكون قد يعني وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة أو هذه الندوة التي دارت حول المآلات المستقبلية لعلم الفهرسة وعلم تحقيق المخطوطات وعلم المصطلح وعلم كتوكولوجيا المخطوط العربي أنا أعطيتكم يعني بعض العناصر الأساسية بعض القضايا الكبرى التي تفتح أمامكم مجالات كبرى من الممكن أن تمثل مجالات للدراسات المستقبلية للمتخصصين في هذه العلوم إن شاء الله سبحانه وتعالى وأشكركم على حسن الاستماع وأعتذر على أن أطلت عليكم جزاكم الله خيراً إذا شكرا لكم جزيلا دكتور أحمد عطية على هذه الندمة القيمة، قررت أنا أكيد من المآلات المستقبلية للمخطوط العربي، كما أنك بسطت الأمر لتصل المعلومة إلى أقلنا تكوينا، شكرا جزيلا لكم دكتورنا الفاضل. إذا سوف سوف نترك المجال للأسئلة أو لأي متدخل إذا دكتور هناك سؤال من الدكتور عادل وهو أستاذ اللغة العربية يقول كيف يمكن التأكد من صحة المخطوط المجهول أنه ينتمي إلى الحقبة المسجلة عليه؟ وهل يمكن اعتماده في الدراسات العليا كمصدر موثوق؟ طبعا سؤال مهم جدا. يعني هو يعني في الاجابه على هذا السؤال، اضرب لك مثالا قبل ان اجيب على المتن. في بعض تحقيقاتي التي يعني يعني حققتها ونشرتها كتاب الاوزان التي لم ياتي مثلها في كلام العرب. الاوزان التي لم ياتي مثلها في كلام العرب هذا لمؤلف المجهول وجدت نسخته الخطيه في مكتبه دير الاسكوياد ويعني قدمته لمركز المخطوطات بمكتبه الاسكندريه للطباعات وعاده المراكز البحثيه لا تطبع الا العناوين الكبرى والمؤلفات الكبرى ولكن حقيقه استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى ان اقنع اللجنه القائمه في المركز على ان هذا المخطوط مهم جدا حتى وان كان مجهول المؤلف حتى وان كان مجهود المؤلف واستطعت بعد ذلك ان احدد حقبته الزمنيه هذا هو سؤال حضرتك كيف استطعت من خلال ما يسمى بالنقولات التي ينقلها المؤلف او الحالات التي يحيل اليها او يشير الاشارات التي يشير فيها الى المؤلفين الذين سبقوه كان يشير مثلا الى ثعلب اللغوي وكان يشير مثلا الى المبرد وكان يشير مثلا الى الى آآ آآ فلان وكان يشير الى فلان وكان يشير في بعض اشاراته الى الخير توقفت اشاراته عند ابن فارس مثلا ابن فارس 395 هجريه وتوقفت عند الجوهري والجوهري 393 هجريه فعلمت ان بي بي بتوقفي عند هذه الحقبه الزمنيه ان المؤلف ان المؤلف ينتمي إلى القرن الخامس الهجري أو القرن الثالث الهجري على الأكثر هذا هو المكان ثم بعد ذلك هذا هو الجانب الأول إذا قضية دراسة البنى المعرفية للنص وإحالات المؤلف وما يأخذه المؤلف من السابقين عليه كل هذا من الممكن أن أستطيع أن أحدد الإطار الزمني لهذه النسخة الخطية مجهولة المؤلفين والعنوان ثم بعد ذلك الجزء الثاني من السؤال هل تصلح هذه الدراسات ان تكون مجالا للدراسات العليا في مرحله الماجستير والدكتوراه تصلح بشكل يكاد يصل الى نسبه تفوق ال 90% لان هذه المؤلفات المهم على المهم البنيه المعرفيه هذه المؤلفات في بعضها او بعض هذه المؤلفات يحمل بنى معرفيه يحمل نصا غنيا جدا بالافكار قوي جدا ولكن فكرة دخوله في قضية المجاهيل جعل كثير من الباحثين يعزفون عنه وليت بعض الباحثين وليت بعض يعني بعض المتخصصين في مجال الماجستير والدكتوراه ينتبه الى هذه القضيه ويفتش عن المخطوطات مجهوله المؤلف والعنوان ويحاول ان يعني يتصل بالنص يتواصل مع النص الموجود فيعني في سيجد يعني مجالا يعني خصبا جدا جدا للدراسات في هذا المجال ان شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم دكتور دكتور عبد الوهاب القصاب يقول المستعصم كان في القرن الثالث عشر في حين ان ام الورق كان موجودا ومعروفا في بغداد في زمن المعتضد الثالث الهجري. <applause> يا شباب انا غير متخصص في التاريخ بس انا اقول لكم من الذي فتره خلافته كانت من سنه 217 الى 227 هجريه او 228 هجريه اظنه المستعصم بالله هذا يعني ربما يكون خان الاسم يعني راجعوا الفتره التي كانت من 217 ل 228 هجريه هذه فتره خلافته خليفه عباسي أه يعني يعني ربما يعني اذكر لكم اسمه هذه انا على كل حال هذه هي الفترة التي نشأت فيها صناعة الورق في الحضارة العربية الإسلامية في بدايات القرن الثالث الهجري من سنة 217 لحد 227 هجرية، تمام؟ أنا أظنه أنت تقول المعتضد، خلاص يبقى المعتضد، لكن أنا أظنه غير المعتضد والله. أنا أظنه المستعصم لا غير المستعصم او على كل حال ربما يكون اسمه الان يعني يعني آآ آآ غير موجود في ذهني ولكن هو تولى الخلافه من 217 لحد 228 هجريه او 227 هجريه كانت خلافاته 10 سنين او 11 سنه ربما يكون المعتصم اظن المعتصم بالله اذا المعتصم صح هو المعتصم بالله ربما يكون اخطات في هذا جزاكم الله خيرا إذا شكرا جزيلا دكتور أحمد عطية على هذه المحاضرة والندوة القيمة، أكيد هذه الندوة لما فاتته سوف تكون مسجلة على صفحة المركز الديمقراطي العربي على الفيسبوك، إذا دكتور أحمد عطية كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه المحاضرة. طبعا في الكلمة الأخيرة يعني أتوجه للمركز الديمقراطي العربي كما بدأت بخالص الشكر والتقدير على أن أتاح لنا هذه الفرصة ثم نقطة ثانية تتمثل في يعني الاهتمام كبير جدا وانا اعلم ان عدد كثير من الباحثين يعني يتابعون الان على يعني الان على صفحات المركز ان يهتموا مثل هذه القضايا انا اتمنى الا يدور الدرس التراثي الان حول يعني هذه الامور التي يعني يعني يقولون اصبحت يعني مطروقه يعني طرقها كثير دراسات كثيره جدا نهتم مثل هذه الامور المهمه جدا هذا سيفتح مجالات كبيره جدا في الدرس التراثي مجالات مستقبليه مهمه جدا ثم ثالثا اشكر حضرتك طبعا على يعني اداره هذه الجلسه بهذه الطريقه الرائعه ويعني يعني لا يسعني الا ان اتقدم لك بخالص الشكر والتقدير في هذا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا إذا نلتقي في الأسبوع القادم بحول الله لنا لقاء آخر دكتور أحمد ونحن مسعداء جدا باستضافتك معنا في سلسلة هذه الندوات شكرا لكم جزيلا مرة أخرى على هذه الندوة القيمة الشكر موصول كذلك للمركز الديمقراطي العربي الذي يتيح كما قلت أمام الدكاترة من مختلف تخصصات تقديم دورات وندوات نلتقي في الندوة القادمة بحول الله مرة أخرى شكرا لكم جزيلا دكتور أحمد عطية إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>